Ja, ich würde noch ein bisschen England gehen. Ja, ich glaube, Ja. Amerika spannend, maar daar kan gebeuren, dat Maar is even waar. mee luisteren dan. Kom. Even mee Hey, luisteren. en Jelte, volgens mij is jouw mond Ik nou denk dat leeg. je Dus ik vind het het ook wel gezellig als jij iets over de ook wel vakantie kan vertellen. Kom hier. Ik hoor helemaal niks. Ja? En hoe zag het eruit? Wat had je gezien? Een grote vuurwerk. Had je heel groot vuurwerk gezien? Ja. Wauw, dat was mooi. En vond niemand al die knallen een beetje eng? Nee. Nee? Oh, gelukkig maar. En Lenka, had jij ook vuurwerk gezien? Je luisteren. En dan gaan we Ja. kijken of jullie nog goed weten hoe dat ook alweer moet als ik wat dingetjes vraag over een boekje. Zullen we dat afspreken? Ja? En weet je wat ik ook heel leuk vind? Want ik zie best wel veel papa's en mama's er volgens mij bij zitten. Als jullie nou af en toe iets doen van de opdrachtjes van school, dan vind ik het wel leuk om een keertje bijvoorbeeld een foto of Zijn er iets. maar jullie komen, is gemaakt met triët. Zien, begrijp, nee. Triët, die Holland, dat ik deel met het bird. Dat is jullie komen, Belgica, Fransa. Zijn het maar iets met het bird, ook in mijn maak om het bird hier nee. Is het oud ook? Ja, Allah, je hebt me beschikt. Waar het je goed tilsch, wacht je maar je tilsch. Ja, waar nee, je kunt snel fi. Zoef. Maar het geel, hè dan. Charlorani. Ja. ايوا كي دايرين نتوما لاباس عليكم اش كتعاودوا كلشي بخير كيف شفتوا بدايه الفيديو نور ولات كدير مع المدرسه ديالها ومع الوليدات اللي معاها في القسم عن بعد يعني كي هضروا عن بعد فهمتوا ودايرين لهم هذيك الابليكاسيون كي هضروا فيها داير كل جروب فيه شي 8 كتهضر معاهم ايوا سهل اليوم هذا هو النهار الاول بدات معاهم سولاتهم اليوم غير سولاتهم اشنو دارتو في هاد الفاكونس صافي كل واحد كيعاود اشنو دار نورتي كتعاود ليهم كل واحد واشنو قال داكشي اللي دار في سميتو سولاتهم واش درتو فيه وغيرك يعني دوك المفرقعات في راس العام قالوا لا درنا غير هادوك الصغيورين نور قالت ليها لا انا غير سمعتهم ايوا صافي سولاتهم وداكشي ودوزو وقيته زوينه واحد نص ساعه دابا نور عندها تلات والخميس الدرس اليوم راه الثلاث الخميس الثاني غادي ديروا نص ساعه ديال سميتو ودابا قالت لهم نهار الخميس ان شاء الله غادي نجيب لكم قصه ونقراها لكم وهاكم تحاوروا على هذه القصه وكل وحده تقول لنا الراي ديالها صافي بعد ما ساليت مع نور زعما بركت معاها في الوقيته ديال فاش كانت كتقرا صافي مشيت بدلت حويجاتي اليوم كان الزوج ديالي معايا في الدار لانه كانت عنده شي غرض وما مشاش يخدم باش يمشي يقضي هذاك الغرض ديالو وهو فطر معانا انتم كتشوفوا جوج طبيصلات في الطاوله يعني كاين معايا راجلي صافي غادي ندوز نجمع شويه الدويره اليوم قلت غادي ندير لهم الحوت البارح جبتو من المجمد وقلت غادي نديرو لهم اليوم المهم اش نقول لكم البنات صافي مشى هو قضي الغرض ديالو بقيت غير انا وبنتي في الدار بوحدنا صافي من بعد ما جا درت الغدا ما واقيلا ما بارطاجيتوش معاكم لانه درت لهم غير داكشي سناكس يعني بحال داك كيب نوغات وداكشي راكم عارفينه ايوا صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين الحمد لله على هاد النعم اللي كيعطينا مرة خصنا نخمو في النعم اللي عندنا ونتأملوا فيها هادشي علاش واحد النعمه عطيها لنا الله ما حسينا بها حتى جا هاد الوباء هاد الوباء عاد حسينا باللي راه كانت عندنا واحد النعمه وما كناش دايرينها الحمد لله نقولوا الحمد لله على اي حاجه على الفم اللي قادرين ناكلو به على العينين اللي قادرين نشوفو بهم على الودنين اللي قادرين نسمعو بهم الحمد لله انت يا دابا اللي كتسمعي فيا عندك عينيك باش كتقراي عندك ودنيك باش كتسمعيني دابا راه كاين اللي مسكين ما عندوش العينين كيبان ليه غير الكحل في الكحل يعني انت مادام قادره تشوفي ميمه ديالك بيهم والوالد ديالك وكل احبابك وتشوفي الشروق وتشوفي الغروب ديال الشمس وتشوفي العجائب الخلق ديال الله في الطبيعه وبهم كتقراي وكتعيشي حياتك بسهوله وزيد وزيد الحمد لله البنات على هاد النعم ونصليو ليه ونقولوا الحمد لله الحمد لله اي الواحد مره خاصو يسد عينيه ويبقى في الظلام باش يعرف بحق النور يعني الواحد يبقى مرة غمض عينك وتشوفي تقولي الحمد لله لأن كنشوف قادرة نشوف أي حاجة زوينة في الدنيا
وصافي هذا البنات. المهم دابا غادي ندوز غادي نجمع شويه الدار ونرجع معكم. اللهم البعد عليك ولا الدل، غندي لي شرجي واحد تاني ونتبدل، نجري كل دقيقه كل ساعه للمصباح، حيت انت مغنانة وراسك من الحجارك صح. اللهم البعد عليك ولا الدل، غندي لي شرجي واحد تاني ونتبدل، نجري كل دقيقه كل ساعه للمصباح، حيت انت مغنانة وراسك من الحجارك صح. بالنسبه للبنات عندي هنا جوج حوتات، ما غاديرش ندير لهم العطريه ديال التحميره والثومه وداك الشيء، غادي ندير عطريه اخرى وهي بالاعشاب. غادي ندير زيت العود وغادي ندير الازير والزعتر والاعشاب منسمه، غادي ندير الحامض والملح والبزار. صافي هادو هما اللي درت في الحوت هاد النهار، لان ما بغيتش نديرو بمطيشه وبطاطا وخيزو داك الشيء، بغيت نديرو شويه مغاير، وغادي يكون غير بالاعشاب منسمه وزدت فيها البنات حتى الحبق. عرفتي كيجي زوين بهاد الاعشاب هكا شويه وشويه التغيير، بركه من ديك الثومه والتحميره وخرقوم، يعني ديك التتبيله اللي معروفه عندنا حتى واحد ما كيبدلها، اللي كيدير لك الحوت كيدير لك التتبيله صافي، يمكنش التغيير. ايوا صافي البنات، هنا غادي نخلط التتبيله مزيان بيديا، وغادي نرقد فيها الحوتات مزيان ونخليهم واحد ربعه تسوي فيهم. صافي البنات دخلت فيهم هذيك الخلطه مزيان ديال الاعشاب، جربوها البنات، واللي كتجربها تكتبها ليا في لي كومونتير. جربوا هذه شويه بالاعشاب زوينه. صافي غادي نرقد الحوتات ديالي مزيان ونديرهم في اللاطه ونخليهم. دابا راها شي هنايا راه شي 12 البنات، غادي نخليهم حتى الخمسة العشيه عاد غادي نطيبهم، يعني داك العشوب كلها دخلات فيهم، وغنوريكم حتى الخضر اللي غادي نرافقها بهم. شويه مغايره، ما درتش بطاطا وخيزو داكشي، درت القرعه والشامبينيون والفلفله، وبطاطا درتها بوحدها في الفران حتى الاخر عاد كبيتها على هادشي. المهم انتم كتشوفوا دابا غادي ندوز باش غادي ندير الخضره، يعني نقي بطاطا ونقي القرعه وداكشي كامل. المهم خليكم معايا. اللهم نبعد عليك ولا الدل، غدي اللي شرجي هجر تاني ونتبدل، تنقر كل دقيقة كل ساعة للصباح، حيت انت مغنان وراسك من الحجر قصاح. اللهم نبعد عليك ولا الدل، غدي اللي شرجي تاني ونتبدل، تنقر كل دقيقة كل ساعة للصباح، حيت انت مغنان وراسك من الحجر قصاح. اه هاي 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 غير نسيني، اه هاي 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 لو جيتني، اه هاي 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 غير سيري، اه هاي 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 البحر كبير، اه هاي 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 كنت الزين ديالي، اه هاي 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 دابا لو جيتني، اه هاي 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 غير سيري. الحب اللي كان زوين قاع ما بقى، الميساجات بالليل وطليل الزنقة، خلينا غير صحاب ونسيني. صافي البنات هنا خديت بطاطا قطعتها بحال ما كد، غندير فيها الملحة، هنا درت فيها التومة، وغادي ندير شوية زبيتة بلدية، غادي ندير فيها الزعتر. المهم دوك الأعشاب اللي درت في الحوت هما اللي غادي ندير في البطاطا، درت فيها شوية هنايا ديال الزعتر، وهنا هادي اعشاب منسمه راه تلقاوها في ليدل كتباع هكا في قريعه. غادي ندير هنايا شويه الحبق، هادي تلقاوها عند تركي هاد الحبق. وهنايا درت شويه الازير كنجيبو معايا من المغرب،
مكراش نزرعو عندي في الجردة البنات حيت الطريق كيجي زوين مع الماء. وهنايا هذا غير ربيع مجفف يعني قزبر معدنوس مجفف وغنخلط كلشي. راه درت حتى البزارة البنات صافي غنخلط كلشي وغنكبها في صينية الفرن وندير عليها شوية البصلة طرونشيات هكا مشنفة من الفوق يلا صافي وصافي. وغادي ندير نخشيها في الفران نكب عليها شويه زويته بلديه ونغطيها ونخشيها في الفران. غادي نجاوب بعض الاخوات اللي تيقولوا لي هامله غرفه النوم ديالك ما دايره فيها حتى شي حاجه. البنات راه باغا بيت النعاس ديالي نبدلو ان شاء الله وباغا نصبغ الحيط داكشي علاش انا حابسه ما باغا نزيد فيه حتى شي حاجه من غير كان يا كناخذ هذا الشيء اللي جديد الملايات والخدادي صافي. اما باغا نصبغ الحيط باغا نبدل حتى العود ديال الناموسيه باغا نبدل دوك كيقولوا لي هنايا ناقصك يعني كوافوزات اللي تحطي عند راسك هادشي كامل باغا نبدلو. وانا الا بغيت نبدل شي حاجه ما
ما كنبقاش ندير بشوي شوي، كناخذ كناخذ كلشي في خطره وصافي. نهار غناخذ الناموسي العود وهاد الكوافوتات ما نحطهمش حتى نصبغ، واللون ديال البيت رانا باقا حيره فيه، باغا ندير هاد لا كولور هذا في الحيط اللي ورايا، هاد الكولور هذا اللي بحال الزرق تشوفوش في الصفر، هاد اللون هذا هو اللي باغا ندير عند راسي، هو اللي لاعب دابا. داكشي علاش انا كنفكر نديرو، وباغا ناخذ الديكورات الدار على حسابه. ايوا قلنا ناخذ هذاك الشيء ديال البيت في هذاك لا كولور، عاد ندير الصباغه هي الاخر، المهم حتى ناخذ لي ديكوراتو كاملين. يقول لي كيفاش جاكم بعدا هذا اللي يلاه خدي ديك النوبه من اكسيون، عطى واحد المنظر زويون في البيت. ايوا ها انتما كتشوفوا. ايوا صافي، ما هامله ما حتى شي حاجه، راه غير كنفكر ليه، راه كل حاجه كتجيب في دقه واحده، داكشي بشويه بشويه. المهم البنات انا يلاه هبطت جلست حتى العشيه ان شاء الله نغسل شعري. جيت اليوم نهضر معكم نقول لكم بلي الفاكسه واخيرا اخيرا جات لهولندا. واخا ولينا حنا الاخران، ولا يعني هولندا ولات هي الاخرى اللي دخلت يمكن الفاكسه ديال كورونا. مهم اليوم البنات الصباح كانت حملة تطعيم ديال ضد فيروس كورونا، كانت اول وحده دارتها هي واحد الممرضه سميتها سناء القديري، عندها 39 عام، هي اول وحده تلقات هاد الجرعه ديال التلقيح ديال كورونا. عاد من بعد داروها كاع صحابها اللي يعني الناس اللي خدامين معاها. هاد الممرضه كاينه في فيخل، هي واحد المدينه قريبه لينا هنايا، يعني بحال تقولي ايدوفن قريبه ليا بنص ساعه ديال الطريق. اليوم داروها ل 36 واحد، ولكن راه اول وحده كانت اول وحده وهي مغربيه. تحيه لسناء القديري اللي بدات بها هي الاولى وهي ممرضه. صراحه عجبني الحال تكون اول وحده غاديره هي مغربيه تكون. قولوا لي البنات ما شنو رايكم، عجبني بحال دارت شي واحد من العائله ديالنا. المهم بغيت نخبركم والحمد لله اليوم بداو في تطعيم صحاب يعني الاطباء الممرضين وصحاب العنايه المركزه والرعايه الطارئه. هذا الشيء دار في المستشفيات وصافي. مهم قال لك غدا غادي يديروها في وقيله في روتردام وهاوتين، ما عرفتش انا هاد المدينه فين جات هاد هاوتين، ما روتردام كنعرفها. والاسبوع المقبل غادي يبداو يدوروا على سميتو. كنظن حنايا بحال غتجينا دابا وقلت شي 7 ولا 8 عاد لا كاينه شي. قولوا لي نتوما الناس كل وحده تقول يا اش من دوله وامتى بدات عندهم هاد الحقنه التطعيم ضد فيروس كورونا. كل وحده تكتب لي اش من بلاد هي كتابني وتقول لي امتى بالضبط بدات عندهم هاد الفاكسان هادي. المهم هولندا راه بدات اليوم، اليوم راه الاربعاء. المهم البنات هذا هو عشانا اليوم، غناكلو الحوت والخضيره بلا سميتو بلا خبز. راه لحت بطاطا من الفوق باش سخنات معاهم وصافي، فلفله وشامبينيون القرعه وبطاطا مع الحوت وشليده، والله يجعل البركه. صافي سمحوا لنا حكم فجنا، المهم شويه التغيير من الحوت اللي بديك العطريه كامله، هذا غادي يكون صحي حيت فيه الاعشاب. ايوا صافي خواتاتي، من بعد العشاء كندوز كنجمع شويه الدار. صافي كنمسح الطبله، ندوز سبيراتور، ندوز الجفاف، وغادي نطلع اليوم غادي نفرك الجسم ديالي وندير في حمام مغربي اليوم بالتبريمه ديال الحمام. ايوا صافي انتما كتشوفوا البرد ولا عندنا. انا صراحه كيعجبوني ايام الخريف، يا صراحه شكون عزيز علي ايام الخريف فاش كتبدا تطيح دوك اول قطرات ديال الشتاء وكتبدا الشجر يتبدل الاوراق ديالو، كنشوفوا الدنيا بواحد المنظر اللي هو زوين. انا صراحه ما عنديش مع البرد بزاف، واخا كتكون هاد الايامات كئيبه حيت الشميشه ما كتبانش لينا فيها، ولكن على الاقل ما كتخلينا نفكروا شويه نرتبوا الاوراق ديالنا، الحاجه اللي كنقصروا فيها بزاف بسبب الوقت اللي عندنا عامر وداك الشيء ديال حياتنا كنقادوا في ديك الوقيته ديال الخريف، يعني كيكون الجو قادر تحركي فيه. ايوا هادشي اللي كاين بعد. انا كيعجبني الخريف والصيف بزاف بزاف،
وإلا كان أيام الشتاء صراحة كيعجبني غير فاش كيهبط هذاك الثلج، ما كيبقاش الحال بارد بزاف. المهم هنايا راه كنت ندوي معكم ولقيت راسي مديره واحد الموسيقى في 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 الايباد وما قبلوهاش ليا. كنقول لكم انا هنا رجمت الماعن كاملين ودابا كنغسل الماس. الماس ما تخشيهمش البنات في الماكينه ديال الاواني لانها كتحفيهم، داك البرودوي كيحفي دوك الماس، يعني الماس اللي عندك بهم الغرض كتحاولي تقطعي بهم الخبز ولا تقطعي بهم الاكل ما ديريهمش لا ماشين. الا بغيتي ديري ديري دوك الماس اللي كديري بهم غير كدهني بهم يعني الكونفيتير ولا الزبده، هذاك الشيء ماشي مشكل. ايوا البنات اش نقول لكم، نحاولوا نديروا الحوايج زوينه في حياتنا. ما عرفناش شحال غادي نبقاو في هاد الدنيا، راكم عارفين الموت ولات كتصدم. الواحد يحاول يقول كلمه زوينه، الواحد يحاول يخرج حاجه كلمه، ما تجرحوش الانسان لان الانسان الا جرحته تقدري ان فوا تخرجي ديك الكلمه جرحتي ديك الانسان تموت يعني توفي، اشنو غادي ديري ديك الساعه؟ ما ربي ما غاديش يسامحك. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما كيختلفوش عليها جوج هي اننا الواحد النهار غادي نموتوا، والفاهم يفهم والسلام عليكم. الواحد راه ما ضامنش عمره، يعني ما عارفين شحال غنبقاو في الدنيا. ديروا حوايج زوينين صدقوا، قولوا حاجه زوينه، ديروا غير حوايج زوينين. راه الموت ولات كتغفل. سيدتي انستي سادتي، اللي غلط شي واحد يمشي يقول ليه سمو سماحه، راه ماشي عيب تقولي شي واحد غالطه فيه تقولي ليه سمح ليا، راه ماشي عيب. انا بعدا كنديرها، اللي غالطه فيه راه كنمشي عنده تنقول ليه سمح ليا، واللي ما غلطاش فيه راه كان طبيعه الحال كنتسنى فيه يجي يقول لي اسمح لي، حيت الا قال لي راه غادي نسامحه لان ربي كيسامح. اما بالك حنايا غير واحد واحد بني ادم اللي اش نقول لك ما كيبانش قدام الله سبحانه وتعالى. المهم هنا غادي نجمع الكوزينه، ديما جمعوا كوزينتكم البنات في الليل، واخا تغسلوا علم معلومه ما تردوهمش ماشي مشكل، المهم غسلوهم في الليل. ايوا الله البنات تبدي دوزة بواحد الفركة، لا إلهي والله إلا تفكرت راسي في المغرب عرفتي سخن الدوش. البنات إلا بغيتو بحال الحمام المغربي ديري الدوش شعليه خليه يسخن، سيري هبطي لتحت شدي واحد الكاسرونة ديري فيها الأزير والزعتر والخزيمة ياك، ودخليها وخليها شحال حتى هي مع ديك الكاسرونة كطلق ديك تطلق ديك الفار ديالها. أنا كنحطها هنا وكندوش وكنخلي ديك ريحة الخزيمة والزعتر والأزير كيتكتك عندي في الحمام. المهم دابا راه من بعد الضرورة البنات كنغسل وجهي من ورا الدوش لأن كيكون نزل عليه شامبوان وديميلو وداكشي. دابا غادي ندير ضروري العناية بالبشرة. اليوم غادي ندير فيتامين سي وهذا كريم ليلي ديالي. المهم البنات فيتامين سي كنديرو للبشرة ديالي مرة في الأسبوع، ما كنكترش منه بزاف، مرة في الأسبوع. ولكن اليوم لا ما غاديش ندير فيتامين سي، عاد تفكرت البنات اللي فوق 30 سنة كيديروا من فيتامين سي يعني سيروم فيتامين سي للبشرة ديالكم، راه تلقاوه في بارا فارماسي وتقدروا تشريوه اونلاين. انا هذا صراحة كان جاني كادو وباقي عندي، كيدي شحال يعني في المغرب كان جاني كادو وباقي فيه واحد شويه وباقا معتمدة عليه. الا تقاد ليا غادي نشريه. البنات اللي باغينه هنا في هولندا راه تقدروا تلقاوه في دو بودي شوب وتقدروا تلقاوه حتى في دو تشينن. بالنسبه ليا انايا كنت اعتمد بزاف على فيتامين سي وفيتامين او للبشره. علاش؟ كينقص لك شويه من التجاعيد في البشره ديالك وكيخلي لها واحد النظره اللي هي زوينه وما كيخليش لك يطاش في وجهك. فيتامين سي وفيتامين او راه زوينين بزاف في البشره، ما كيخليوش لك يطاش في البشره ديالك. البنات بزاف اللي كيقول لي اشنو كندير لوجهي. البنات انا ما تندير حتى شي حاجه من غير فيشي يعني اكرون سولير. دابا البنات غادي ندير هذا حاليا، كندير هذا هو الكريم الليلي ديالي يعني زوين بزاف، هذا ديال لوريال هو اللي كندير حاليا البشرة ديالي.
بالنسبه للفيتامين او كيفاش كندير ليه، تنديرو فوق كريم ليلي ديالي صافي. مي كنبغي نعس رانا كنغسل وجهي، ما كنبغيش نبات بالكريمات نكذب عليكم، كنبغي نخلي وجهي يبات مرتاح. عرفتي اش نقول لكم؟ حكيت مزيان بالخرقه وفركت مزيان راسي بالخرقه، اما وجهي ما كنحكوش بالخرقه الصراحه. كنت في المغرب اش نقول لكم، ماما تحك ليا الحميد دوز ليا على وجهي زاوي تحردو ليا، ولكن دابا حاليا كنحك بواحد المقشر ديال بودي شوف بلاتي نجيبو لكم. هذا هو البنات شوفو تهرس ليا فاش كنت غادا هبط المغرب ودرتو تهرس ليا من القرعه، ولكن دابا راه كنجبد هكا وكندير هكا وكندير فوشي. هو هذا البنات شاريه بغسول الوجه ديالو، شتوما البنات شي حاجه زوينه الصراحه. انا كنت معتمده على نيفيا وغارني، ولكن طحت على هاد لامارك هادي حتى هي زوينه واخا زايده شويه في الثمن، ولكن الوجه من احسن واحد ما يبقاش يدير فيه شي حاجه اللي هي ماشي تلهي، يعني وجهك ما ديريش فيه بزاف الاشياء اللي فيهم السيليكون، خدي شي حاجه اللي هي طبيعيه. دابا غادي ندوز غادي ندير هاد فيتامين البشره ديالي، حتى هو خديته من دو بودي شوب، زيت ديال الوجه سيروم ديال الليل، كندير هكا وندير شويه هكا شويه جبهتين شويه هنا الطقم ديالي وكنماصي. علاش كنديرو من ورا الكريم؟ باش يتماصى ليا بزربه وما كنبغيش ندير كريم فوقه لانه غادي يبدا يتجلخ ليا وجهي، الا درت الكريم فوقه كيتجلخ ليا الوجه ديالي. صافي كندير هكا، انا عندي البشره شويه مختلطه، في البرد كتولي جافه، ولكن ما بقاتش ملي وليت معتمده على المرطب في وجهي كل صباح صافي ولات البشره ديالي غير مقاده. صافي نغسلو يدينا، انا يدي راه كنغسل عير بهذا كنشريه من ايسي باغي باش كنغسل يدي، وهشام كيصب واحد الصابون اخر كياخذو كيغسل به يدي، انا هذا هو باش كنغسل يدي. هاكا ملي كنوض الصباح قبل ما نقرب لوجهي نغسل يدي، كنخرج نعسو هو نتعرفو اليدين فين دارو، واش درت فنيتي ولا المهم. كنغسل يديا عاد ندوز ندير الصابون الوجه ونقرب الوجه. ضروري تغسلو يديكم ملي تفيقو قبل ما تحطوها في الوجه ديالكم. البنات الا عندكم الحبوب في الوجه كنصحكم بهاد الشاي الاخضر، حاجه ما قلتش لكم بلي هاد المنتجات الغسول الوجه ديالي والمقشر هادو مستخلصين من الشاي الاخضر. وهذا البنات ملي كتنوض فيا شي حبوبه، الحمد لله ما فياش دابا الحبوب في وجهي، شتو البنات عندي هادو راه وريتينا البنات هادو ماشي غتلقاوهم فيه بزاف في الجسم ديالي هادوك النقيطات الحمرين. المهم البنات هاد الشاي الاخضر، الشاي الاخضر نعم نعم الشاي الاخضر. المهم هذا زيت شجره الشاي، الا عندك شي حبوبه في وجهك شدي هذا وديري فيه عود ديال الودنين وديري على ديك سميتو باتيبا كرحمة السيدة ربي، حرفت شي حبوبة تجي عندي نغيز لما يا واحد راه عندي مضادات الحبات بعد خطات تنديرو في الشامبوان ملي كنشوف راسي كترت عليا القشرة في راسي، ديرو شي نقيطات بمو زيت فيتامين او مع الشامبوان ديالكم وخلطو هكا وعاد ديرو في شعركم، عرفتي القشرة راه كتهرب. ايوا صافي البنات اش نقول لكم دابا هنايا نهبط ندير لي واحد كويساتين عما سيدي ماشي اتاي النعناع بدا كيخسر حيت بدا عندنا البرد، صافي النعناع بدا كيمشي في حالاتو. غادي نهبط ندير غير اتاي ديال المونغ مع الماء وصافي. ايوا انتما خوتي خرجت مزيان كامل الحمام وتصبري دايره العكار ولا شحال انتما سيدات ها ايه مزيان كاع ولا حمام مغربي ما كاينش بحالو الحنه والتبريمه. انا راه عندي واحد التبريمه كانت ديجا صيفطات لي واحد الاخت بالمجان عطاتها ليا، اش نقول لكم البنات كديريها ملي كتحكي وكتسالي كنديرها انا، ما نعاودش لك الجسم ديالي كيفاش كتحسي به رطاب والله العظيم. شري حاولوا تقلبوا على دوك التبريمات ديال الحمام راه زوينين، راه كيديروهم العريسات كيمشيو عند العطار ويتقداوهم ويديروها للعريسات. هضرت بزاف في الحمام دابا نتصرفق يلا.